بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب إزالة النجاسة، إذ قال رحمه الله تعالى: وقول ابن أبي مليكة لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول ابن أبي مليكة لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها، لعله يقصد بذلك مصليات ابن عباس التي كان يتنفل فيها، وأبوابها يعني مداخلها. نعم. وفيه: ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره. نعم، بدا لأبي بكر رضي الله عنه ابتنى مسجدا بفناء داره، يعني ليصلي فيه صلاة الليل، صلاة النافلة. فهذا يدل على أن للمسلم أن يخص مكانا في بيته يصلي فيه النافلة وقيام الليل. نعم. وفيه في حديث أبي هريرة: وفيه وشبك بين أصابعه. وشبك بين أصابعه، في هذا دليل على جواز التشبيك بين الأصابع بعد الصلاة، وأما التشبيك بين الأصابع قبل الصلاة وهو ينوي الصلاة فلا يشبك بين أصابعه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه في صلاة، فالتشبيك بين الأصابع في الصلاة لا يجوز، وأما التشبيك بعد الصلاة فلا بأس به. نعم. وفيه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، فقال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه. نعم، هذا فيه أن إنسانا كان يقوم المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما رجل وإما امرأة، فمات هذا الذي يقوم المسجد في الليل، فكأنهم تقالوا شأنه وصلوا عليه ودفنوه، ولم يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فقده الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، قالوا إنه مات في الليل، وأنهم دفنوه، صلوا عليه ودفنوه. قال: فهلا أذنتموني، يعني أعلمتموني، فدلوني على قبره أو قبرها، فدلوه عليه صلى الله عليه وسلم فصلى على القبر. فهذا فيه دليل على الصلاة على قبر المسلم إذا فاته الصلاة عليه قبل دفنه، وفيه فضل تنظيف المساجد وخدمة المساجد. نعم. وعن أنس مرفوعا: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود. نعم، في هذا فضل تنظيف المساجد،
وأن المساجد تنظف ويزال عنها الأذى والقذى حتى تهيأ للصلاة وتطيب ويعتنى بها، وأن من أفضل الأعمال القيام بتنظيف المساجد حتى القذاة، أي القليل من الأوساخ يخرجه من المسجد، يكون من العمل الصالح لفاعله، يدخر له عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي ذلك في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل وجهه، أي قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض، فقال أو يفعل هكذا. نعم. مما تصان عنه المساجد النخامة والمخاط فيها، هذا من الإساءة إلى المسجد وإلى بيوت الله عز وجل، وأن من وجد شيئا من ذلك في جدار أو قبلة المسجد فإنه يزيله بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه لطخ مكانها بالطيب، فهذا فيه صيانة المساجد عن القاذورات وعن ما يحصل من الإنسان من التفل أو من البصاق أو من المخاط، وأنه يصون المسجد عنه، فإذا عرض له وهو في صلاته فإما أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه أو يبصق في طرف ثوبه ولا يبصق في المسجد. نعم. وفيه في حديث أبي هريرة رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، وفيه أو تحت قدمه اليسرى، وفيه أنه يبصق تحت قدمه اليسرى إذا عرض له بصاق، يعني وهو في غير المسجد، أما في المسجد فلا يبصق فيه ولا تحت قدمه، وإنما يبصق في ثوبه أو في طرف ثوبه ثم يفركه. نعم. وفيه عن أنس مرفوعا: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وفي حديث أبي هريرة: أو تحت قدمه اليسرى فليدفنها. نعم. إذا عرض له بصاق وهو في المسجد ففي طرف ثوبه ثم يفركها حتى تختفي، وكفارتها دفنها. وكفارتها دفنها، يعني إذا وجد وساقة في المسجد من غيره فلا يتركها بل يدفنها بالتراب حتى لا تظهر. نعم. ولأبي داود بإسناد جيد عن حذيفة مرفوعة: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. نعم. لأن المسلم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه يستمع إليه ويجيبه سبحانه وتعالى، فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه، ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه إذا كان في غير المسجد، أما إذا كان في المسجد فإنه يبصق في طرف ثوبه. نعم. روى النسائي عن أنس مرفوعا: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في المسجد، رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. نعم. هذا فيه كما سبق أنه لا يجوز البصاق في المسجد، وأن من فعل ذلك فإنه ينكر عليه ويوجه
ومن وجد شيئا من أثر البصاق على جدار المسجد فإنه يزيله ويحكه، وإن وضع مكانه شيئا من الطيب فحسن، لأن هذا هو اللائق في المساجد. نعم. وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. نعم، أحب البقاع إلى الله مساجدها، لأنها مأوى الملائكة، ولأنها محل ذكر الله وعبادة الله عز وجل. وأما الأسواق فإنها يحصل فيها اللغط، ويحصل فيها إساءة الأدب فيما بين الناس، يحصل فيها المشادات والكلام الذي لا يليق. فالأسواق هي أبغض البقاع إلى الله لما يحصل فيها من هذه الأمور. نعم. وفي حديث عند أبي داود فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا بسائل يسأل، فوجدت كسرة بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. نعم، هذا فيه جواز السؤال في المساجد إذا كان الإنسان محتاجا. وأبو بكر وجد سائلا في المسجد فدفع إليه كسرة خبز في يد ابنه عبد الرحمن، ففيه إعطاء السائل في المسجد. نعم. وعن ابن سيرين قال: كان أبو بكر وعمر والخلفاء يتوضؤون في المسجد. نعم، الوضوء في المسجد بمعنى غسل الوجه واليدين والرجلين، أن ذلك لا بأس به، وأن الماء الذي يستعمل في الوضوء أنه طاهر، فيجوز الوضوء في المسجد ولو أن الماء مثلا نزل في أرض المسجد، فإن ماء الوضوء طاهر أيضا. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. هذا من آداب المجالس، أن من قام ليرجع، من قام لحاجة من مجلسه ويريد الرجوع إليه فلا يأتي أحد ويجلس فيه، لأنه أحق به، فهذا من آداب المجالس. نعم. وفي حديث آخر: وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. وفي البخاري، هذه الرواية تبين ما قبلها، أنه إذا خرج يريد حاجة ويرجع عرف أنه سيرجع، لا يجلس أحد في مكانه. نعم. وفي البخاري: وقال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى ابن عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صل إليها. نعم، فيه أن المصلي يتخذ سترة أمامه إذا كان يصلي وحده، وإما جدار المسجد وإما سارية من سواري المسجد، ويدنو من سترته لئلا يمر بينه وبين أحد يشوش عليه. نعم. وفيه أن سلمة بن الأكوع يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فسئل فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الصحابي كان يصلي عند الأسطوانة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه تحري الصلاة في الأمكنة التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها اقتداء به صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه في حديث أبي هريرة: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث. نعم، هذا فيه فضل المكث في المسجد بعد الصلاة، لا سيما إذا كان ينتظر الصلاة القادمة، هذا من الرباط في سبيل الله، هذا من الرباط في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط،
وذلكم الرباط، يعني كالمرابط في سبيل الله للجهاد. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وضعف مثوبتكم، إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا المجلس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شاكرين ومقدرين لمعالي شيخنا الشيخ صالح الفوزان هذا البيان. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم.